النص المليان مع ماهر قدورة. اليوم بدي أقولكم على النسر. النسر بيعرف شو بده، بيطير بالعالي بس مركز. بس شو بيسوي لما بيشوف إنه في جاي عاصفة، يعني مشكلة؟ بيطير نحو العاصفة وبيعرف إنه أول ما تيجي بيجي هوا من تحت برفع كل شيء لفوق. فشو بيسوي هو؟ بيخلي الهواء اللي جاي من تحت يطيره للعالي، وبتكون وين؟ العاصفة تحتيه. يعني النسر فاهم انه اذا ركض على المشكلة تركض منه، وهذا درسنا اليوم في النص المليان.